ضيفتي لهذا اليوم في هذه الجولة سيدة أماني رشيد، محللة الأسواق المالية في مجموعة إيكويتي التي انضمت معي عبر السكايب من مصر. مرحبا بك ست أماني. بداية سنتحدث عن موضوع النفط بشكل عام والتحديات التي تواجه أوبيك بلس في ظل الأزمة العالمية والتبعات التوترات الجيوسياسية ما بين روسيا وأوكرانيا. النفط ما يزال في حالة صعود ست أماني، أوبيك بلس يبدو أنها تواجه مشاكل في تعزيز الإنتاج، هل هذه المواضيع كافة تنذر بقفزات جديدة للأسعار مثل ما شهدنا خلال الأيام الماضية؟ مساء الخير. طبعا احنا لو بنتحدث عن النفط علينا الوضع بعين الاعتبار ان يعني العوامل الأساسية لا تزال داعمة لارتفاع أسعار النفط على المدى المتوسط، ممكن كمان على المدى البعيد لو استمرت الاوضاع هكذا. راينا نوع على نظره من يعني تراجع وهدوء المخاوف الناتجه عن التوترات الجيوسياسيه ما بين روسيا واوكرانيا، ولكن بوجه عام يعني فشل النفط في الاستقرار دون مستويات ال 90 دولار للبرميل. عندما نتحدث عن سام غرب تكساس في العقود الفوريه وصرنا معاهدا للارتفاع من جديد خلال تداولات اليوم، لكن العديد من العوامل التي تدعم جيوسياسية روسيا أكبر ثالث منتج للنفط في العالم قد يتسبب في تراجع الامتداد من قبل روسيا، وبالتالي قد يدعم الأسعار بشكل كبير جدا، ممكن كمان يوصل أعلى مستويات ال 92 و 93 دولار للبرميل، خاصة أن هناك العديد من المؤسسات يعني تتوقع أن أسعار النفط بالنسبة لخيمة تكساس ممكن تتجاوز ال 100 دولار للبرميل. أيضا علينا طيب ست أماني، يعني غالبا هي التوترات الجيوسياسية دفعت الأسعار يعني إلى قفزات كبيرة، وأيضا هذه المشاكل التي تعاني منها أوبيك بلس، هل ستستطيع أوبيك بلس تعويض؟ غير فقط تعويض، هي أيضا مطالبة بزيادة ب 400 ألف برميل يوميا. بالطبع يعني عندما نتحدث عن منظمة أوبيك بلس فيعني كما أشرت في سابقا أن العديد من التحديات تواجه المنظمة، يعني منظمة على الرغم من هي يعني مستويات رفع الإنتاج 400 ألف برميل يوميا اللي هي تكاد تكون مستويات ضعيفة مقارنة مع تعافي الطلب العالمي، ولكن حتى الآن هناك العديد من الدول داخل المنظمة يعني تواجه بعض التحديات، وزي ما قلت اتساع الفجوة ما بين الإنتاج التي تنتجه بعض الدول وما بين مستويات الإنتاج المطلوب إن هي تنتجها، وبالتالي فيعني حتى الآن تلك الأوضاع لا تزال داعمة للأسعار وتضغط على منظمة أوبيك بلس.
الاستثمارات في بعض الدول وتحدياتها التي تقبلها او تواجهها تلك الدول في مستويات الانتاج. طيب ست اماني، حتى بنوك الاستثمار يعني جي بي مورغان توقع لسه يعني بعد زياده بتصل الى 100 دولار، والبعض ذهب ابعد من ذلك بكثير بالوصول الى 125 دولار للبرميل في هذا العام. هذه ارقام قياسيه ومرتفعه جدا. هل نحن امام حاله تضخم عالميه كبيره ستضرب الاسواق في ظل هذا الارتفاع، ربما يكون جنونيا باسعار النفط؟ حتى الاسعار الحاليه نحن بمستويات 92 93 94، هل دخلنا في مرحله اسعار النفط باتت تهدد التضخم العالمي؟ للاسف يعني بعيدا عن التوقعات اللي تدعم ارتفاع النفط لمستويات ال 100 دولار وزي ما حضرتك قلت 125 كمان دولار للبرميل، الا اصلا مشكله التضخم احنا اصلا بنعاني منها دلوقتي. اغلب دول العالم لا تزال يعني من اكبر التحديات التي تواجه البنوك المركزيه الان هي مشكله ارتفاعات التضخم المفرطه. لما نتحدث مثلا عن الولايات المتحده الامريكيه وجدنا ان معدلات التضخم ارتفعت على اساس سنوي بنسبه 7.5%، تلك الوتيره لم نشهدها منذ ثمانينات القرن الماضي. مثلا البيانات الصادره اليوم عن المملكه المتحده اثبتت ان معدلات التضخم ارتفعت بنسبه 5.5%، دي برضه اعلى مستوياتها من 2011. فاصلا بعيدا عن التداعيات استمرار ارتفاع النفط، احنا اصلا بنواجه مشكله في ارتفاعات التضخم العالمي، وما دفع يعني العديد من اغلب البنوك المركزيه لبدء رفع الفايده وتوقعات كمان الفدرالي الامريكي اللي بيكون هناك يعني احتمال رفع بحوالي 50 نقطه اساس في اجتماع مارس اللي جاي بسبب يعني معدلات التضخم المرتفعه وليس بسبب التعافي الاقتصادي لتلك الدول. فحتى الان مشكله ان النفط يرتفع لمستويات اعلى من 90 دولار برميل هو بدا يظهر او بدا يظهر تداعياته على معدلات التضخم بالفعل. العوامل كما اشرت التي تدعم استمرار ارتفاع النفط لا تزال قائمه، وايضا علينا اضافه ان استمرار التحديات التي تواجه المنتجين بسبب كسر سلاسل التوريد تدعم ايضا ارتفاع الاسعار. فاغلب المشاكل الرئيسيه التي تدعم ارتفاع التضخم وارتفاع اسعار السلع والخدمات ومشكله ارتفاع اسعار النفط ومشكله كسر سلاسل التوريد لا تزال قائمه، ولا تزال تداعياتها يعني واضحه بشكل قوي جدا في الاسواق، خاصة ان اصلا العوامل التي تدعم استمرار ارتفاع النفط لا تزال قائمة، خاصة على المدى القريب حتى التوترات الجيوسياسية ما بين روسيا واوكرانيا، ده ممكن يكون داعم لاسعار النفط على المدى المتوسط بخلاف ايضا تعافي الطلب وهكذا كما اشرت. فمشكلة التضخم هي مشكلة تعاني منها اغلب البنوك المركزية الان واغلب دول العالم بالطبع، وقد يكون لها تداعيات يعني هناك احتمالات او مخاوف من احتمال وصول الاقتصاد العالمي لحاله الركود التضخمي مع استمرار ارتفاع التضخم. فلو المشاكل الرئيسيه سواء بارتفاع اسعار النفط او بكسر سلاسل التوريد يعني ما لقيناش ليها حلول فعليه خلال الفتره القادمه، فبالطبع معدلات التضخم ستواصل ارتفاعها وبالطبع هتؤثر على الاستثمارات، على معنويات المستهلكين، على الاستهلاك، بالطبع سيكون مشكله رئيسيه ستواجه الحكومات والبنوك المركزية الفترة المقبلة. طيب المستهلكون في الولايات المتحدة هم أيضا يعانون من هذا الموضوع، أسعار البنزين ارتفعت أيضا بشكل كبير في الولايات المتحدة وهي مستمرة في الصعود حتى اليوم، كيف سيتعامل المستهلكون مع هذا الارتفاع في ظل أيضا الارتفاع في أسعار الخام؟ بالطبع المستهلكين في الولايات المتحدة عانوا بشكل كبير جدا من ارتفاعات لأسعار السلع وارتفاع البنزين الذي يصاحبه بعد كده ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات. حتى رأينا أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة كما أشارت البيانات الأسبوع الماضي الصادرة عن جامعة ميتشيغان يعني تراجع المعنويات لأدنى مستوياتها منذ عام 2011. فيعني حتى الان يعني معنويات المستهلكين والزال المستهلكين في الولايات المتحده يعني اكثر متضررين من ارتفاع اسعار السلع والخدمات وارتفاع اسعار التضخم بشكل كبير جدا في الفتره المقبله، خاصه ان التوقعات بتقول ان ممكن التضخم حتى لو الفدرالي الامريكي بدا يرفع الفايده وبدا يتخذ اجراءات لتشديد السياسه التعديه بوتيره سريعه يعني رفع الفايده بدلا من 25 نقطه اساس ل 50 نقطه اساس
يعني ده ايضا لا تزال فكره زي ما قلت ان استمرار ارتفاع اسعار التضخم وارتفاع اسعار النفط الذي يصاحبه بعد كده ارتفاع اسعار التضخم سيؤثر على معنويات المستهلكين بشده الفتره المقبله، وسيؤثر على يعني وتيره الاستثمار وتيره التعافي الاقتصاد في الولايات المتحده في الفتره المقبله. طيب ست أماني، لنعود إلى موضوع التوترات التي حصلت ما بين روسيا وأوكرانيا وانعكاساتها على الاتحاد الأوروبي. كان هناك تصريح لرئيس المفوضية الأوروبية قالت فيه أن الاتحاد الأوروبي سيكون قادرا على التعامل مع قطاع جزئي لواردات الغاز من روسيا. برأيك أو حسب معلوماتك ست أماني، هل كان لدى الاتحاد الأوروبي خطط بديلة للتعامل مع هذا النقص المفاجئ في واردات الغاز الروسي؟ ما هي الحلول البديلة التي يعمل عليها الاتحاد الأوروبي؟ في البداية علينا الإشارة أن أصلا روسيا بتسيطر على 40% من إمدادات الغاز لأوروبا، فأي مشكلة أو أي توترات جيوسياسية ما بين روسيا وما بين أوكرانيا ودول الاتحاد الأوروبي قد يتسبب في تراجع الإمدادات، وبالتالي يعني ممكن يكون تحدي كبير يواجه أو تحدي جديد يواجه دول أوروبا ودول الاتحاد الأوروبي بشكل أخص، خاصة وأن أصلا أسعار الغاز كان فيها ارتفاعات قوية في الفترة اللي فاتت، وكانت أثرت على يعني أو كانت من أهم المشاكل والعقبات التي تواجه الاتحاد الأوروبي. خلال اجتماع امس او التصريحات الاخيره لرئيس المفوضيه الاوروبيه اكدت على ان يعني سيتم دراسه وامدادات او يعني اتجاه للواردات الغاز لبعض الدول الاخرى، واكدت على انها تم يعني استحداث مناقشات مع الولايات المتحده ونيجيريا قطر ومصر بعض الدول اللي تستبدل صادرات الغاز من روسيا التي تتسبب في يعني وجود عرقله. فبالفعل الاتحاد الاوروبي في اجتماعه بالامس يعني بدا يتخذ اجراءات في حاله ان فشلت روسيا او في حاله ان واجهت روسيا فرض التراجعات للامدادات من ناحيه الغاز للاتحاد الاوروبي، ان هم يبداوا يلاقوا بديل لتلك الدول زي ما قلت مثلا زي الولايات المتحده مصر قطر نيجيريا وبعض الدول الاخرى التي يعني تبدا في تصدير الغاز او في استيراد الغاز من تلك الدول بدلا من اعتمادها بشكل رئيسي على روسيا التي تسيطر على 40% من واردات الغاز لها. طبعا يعني حسب المعلومات روسيا تصدر 177 مليار متر مكعب إلى الاتحاد الأوروبي، هل نحن أيضا أمام ارتفاع في أسعار الغاز ست أماني بفعل هذه التوترات؟ بالطبع احنا عندما نتحدث عن التوترات الجيوسياسيه ما بين روسيا واوكرانيا واستمرارها الفتره دي يعني او استمرارها الفتره اطول كمان من الوقت في الفتره المقبله لو لم يتم التوصل لاتفاق، طبعا بدات نوعا ما هدوء للتوترات دي، ولكن لا تزال المشكله الرئيسيه قائمه. فاستمرار تلك المشكله ستؤثر على امدادات روسيا من النفط والغاز الفتره المقبله، وبالتالي كما اشرت في البدايه ان ممكن يعني تلك التوترات تتسبب في ارتفاع اسعار النفط، فهي بلا شك ستتسبب ايضا في ارتفاع اسعار الغاز، بالاضافه ايضا ان روسيا تعتبر من اكبر الدول المنتجه ايضا لبعض السلع الغذائيه مثل القمح، والتي تتسبب ايضا في ارتفاع الاسعار. فمشكله روسيا او التوترات الجيوسياسيه بين روسيا ودول اوكرانيا والاتحاد الاوروبي يعني ستؤثر على طبعا اسعار السلع مثل النفط والغاز وال يعني بعض الدول بعض السلع الغذائيه مثل القمح، وبالتالي في نهايه المطاف سنواجه مشكله اساسيه في ارتفاع اسعار السلع اصلا نوعين منها، وبالتالي في نهايه المطاف يعني عرقله وتيره التعافي الاقتصاد العالمي، وبالطبع ارتفاع معدلات التضخم التي يعني ابتدت أهم المشاكل التي تواجهها أغلب دول العالم الآن. سأعود وأسألك عن موضوع التضخم ست أماني، لكن لنبقى في موضوع التوتر ما بين روسيا وأوكرانيا. لا حد له مصلحة بالحرب، لا روسيا ولا الاتحاد الأوروبي، كون المصالح هي متجذرة، لكن كان هناك تصعيد بالتصريحات من قبل الولايات المتحدة والاستخبارات الأمريكية أعطت مواعيد بهذا الخصوص، لكن لنتحدث عن الجانب الاقتصادي وموضوع الغاز تحديدا، كان هناك أيضا تصريحات من الرئيس جو بايدن وبخصوص التقارب مع قطر. قطر أين هي في سوق الغاز اليوم؟ هل تستطيع قطر أيضا تعويض هذا النقص الذي من الممكن أن يحصل في السوق، تعويض الاتحاد الأوروبي؟ نحن أيضا نحن نتحدث هنا عن غاز مسال.
بالطبع يعني ممكن تكون مشكلة عند بعض الدول تكون الاستفادة منها بعض الدول الأخرى. أنا تحدثت مثلا عن يعني العلاقات ما بين الولايات المتحدة الآن وقطر وما بين التصريحات الرئيس المفوضية الأوروبية بالأمس، لا بدأت أصلا محادثات من يعني استيراد الغاز من دول أخرى مثل قطر والولايات المتحدة ومصر، فهي في النهاية يعني ستكون داعم رئيسي للاقتصاد طبعا يعني الدول العربية مثل قطر ومصر التي تعتمد بشكل يعني أو بدأت تهتم بتصدير الغاز. فبالطبع يعني فكرة ان هو يبدأوا يوسعوا الانتاج في الغاز، وممكن تكون انها يعني لو المشكلة بتاعت روسيا استمرت لفترة من الوقت ممكن يكون مصلحة من بعض الدول العربية. طبعا زي ما حضرتك اشرت في موضوع قطر، وان هي ممكن تبدأ في الفترة المقبلة توسع من انتاج الغاز، يعني تستفيد من تلك المشاكل وتبدأ في زيادة الانتاج، يعني والذي قد يدعم اقتصادها في نهاية الأمر. طيب بشكل عام تراجعت الأسواق العالمية نتيجة هذه التوترات. السؤال هو هل هذا التراجع هو يعني ينتهي بانتهاء هذه التوترات، خاصة مع التصريحات بأن جزء من القوات الروسية عاد، يعني هدأت الأمور نوعا ما لهذا اليوم. هذا التراجع في الأسواق هل سيبقى أم أن آثاره ربما ستكون بعيدة الأمد؟ مبدئيا التداعيات التوترات الجيوسياسيه ما بين روسيا واوكرانيا على الرغم انها بدات، ولكن سيكون لها تداعيات على المدى القصير وايضا على المدى البعيد. على المدى القصير بين ارتفاعاتها ارتفاع الذهب، اسعار الذهب لمستويات ال 1880 دولار للاونصه، وجدنا ارتفاع للدولار الامريكي، وجدنا ارتفاع ايضا في اسعار النفط. هنشوف الفتره اللي جايه هل انتاج روسيا تضرر نص الفتره اللي فاتت دي ولا لا، تأثير على المدى القصير بالطبع. تأثير على المدى البعيد يعني ممكن تكون برضه شايفينه بشكل كبير جدا، ممكن نكون يعني هنواجهه بشكل كبير جدا لو أسعار النفط ارتفعت مستويات الدولار للبرميل لحتى حين انتهاء المشكلة. لو وجدنا إن المشكلة مستمرة والأسعار النفط ارتفعت 100 دولار للبرميل، سيكون له تداعيات وخيمة على الاقتصاد العالمي على المدى البعيد، لأن يعني ارتفاع أسعار على تلك المستويات ممكن في ارتفاع بالفعل أسعار ضخم يعني التي يواجه اغلب دول العالم بها، وبالتالي فممكن نشوف تضخم في الولايات المتحده اعلى مستويات 7.5% وهكذا في اغلب دول واغلب الاقتصادات الرئيسيه، وبالتالي قد يدفع البنوك المركزيه لتسريع وتسريع التشتيت المالي، حتى لو يعني العوامل التي سبب ممكن تكون عوامل خطر، ولكن يعني كما اشرنا او كما راينا أنا في الفترة القضية الفيدرالي الأمريكي بدأ يسحب مقولة أن الارتفاعات أو العوامل التي تتسبب فيها ارتفاعات التضخم هي عوامل مؤقتة. رأينا أن هو حتى لو ارتفاع أسعار النفط الفترة اللي جاية وصول ل 100 دولار للبرميل، يعني قد يواجه تحدي جديد أمام أغلب دول العالم، بالتالي حتى لو انتهت المشكلة سنرى أن النفط بالفعل تداعيات أسعار النفط ووصولها أعلى من مستويات ال 100 دولار للبرميل بدأ يظهر على السوق، بدأ يظهر على معدلات التضخم. لكن علينا برضه الوضع بعين الاعتبار ان يعني الدول الاخرى تعتمد على القطاع الخدمي بدلا من الصناعات الصحيه التي ايضا تعتمد على اسعار النفط بشكل رئيسي. فاعتماد تلك الدول على القطاع الخدمي قد لا يكون يعني له تاثير سلبي جدا لو تراجعت اسعار النفط لمستويات عاليه، بالاضافه الى ان يعني تراجع النفط لمستويات متدنيه خلال ازمه تفشي فيروس دفع المستهلكين مثلا يعني زياده المتطلبات لديهم في خلال تلك الفتره ومع تراجع اسعار السلع، وبالتالي يعني ممكن نشوف هدوء نوعا ما في الاوضاع، او ان نشوف ان تداعيات التوترات الجيوسياسيه ما بين روسيا واوكرانيا نوعا ما ما يكونش ليه تاثير على الدول المتطلبه مع الدول يعني ممكن تكون الدول الاسواق الناشئه او الدول الفقيره نسبيا. طيب أمام كل هذه المؤشرات التي تحدثنا عنها ست أماني، بالنسبة للفيدرالي الأمريكي هل سيتجه لرفع الفائدة أكثر من نصف نقطة، وهل هناك سيناريوهات متوقعة للتعامل مع ملف التضخم العالمي المتصاعد الذي منذ قليل أنت ذكرت أنه نحن بدأنا فيه، يعني نحن بدأنا نشعر بموضوع التضخم؟ يعني بالفعل بدأت بعد معدلات التضخم التي صدرت الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة وارتفاع نسبة 7.5% كما أشرت، بدأت الأسواق تسرع بالفعل احتمالات رفع أسعار الفايدة 50 نقطة أساس في اجتماع مارس.
يعني كل ما الايام بتعدي كل ما احتمالات رفع الفائده في 50 نقطه الاستهداف تكون شبه مؤكده من قبل يعني اغلب المحللين واغلب المستثمرين بشكل عام. ولكن استمرار ارتفاع التضخم الفتره المقبله قد يتسبب يعني في اصلا استمرار رفع الفائده اكثر من 50 نقطه اساس. راينا اصلا الاسواق صعبت بعد البيانات الاخيره، الاسواق بدات تسعر ان يعني ممكن التضامن الامريكي يصل لرفع الفائده من نقطه 2 ل 2.25% بنهايه عام 2022، على ان يكون النطاق المحدد في اجتماع نيويورك المقبل الواحد ل 1.25%. فيعني تلك المستويات ستكون هناك وتيره سريعه لرفع الفائده، بالاضافه الى خفض الموازنه العامه افتتاحا من 100 ل 150 مليار دولار. فبتلك العوامل تدعم او تجعلنا نرجح استثمار تشجيع السياسه النقديه اللي حاليا الوضع بالنسبه للتضامن الامريكي، على الرغم ان رفع الفائده اكثر من 25 نقطه اساس يعني قد يتسبب زياده الضغوطات على الاقتصاد الامريكي، ولكنه لا يجد مقر امام استمرار ارتفاع اسعار النفط. استمرار ارتفاع اسعار النفط والتي قد تدعم استمرار ارتفاعات التضخم في الفتره المقبله. فما يعني وجد الا انه سيبدا في الاجتماع مجلس المقبل برفع 50 نقطه اساس مره واحده، على الرغم ان ممكن يكون هذا الامر تداعيات سلبيه على اسواق الاسهم وعلى وسيله التعافي الاقتصادي، ولكنها يعني امر او ممكن نقول حقول لا مقر منه في المقبل. نعم، شكرا جزيلا لك سيدة أماني رشيد محللة الأسواق المالية في مجموعة إكويتي، كنت ضيفتي لهذا اليوم في هذه الجولة، شكرا جزيلا لك. مستمرون معكم مشاهدينا.